الخبر اول اللي عدنا عن ياسو وردها على مصطفى ريدر. فالقصة كلها يا حبايب بدت لما ياسو وريدر صار مشكلة بيناتهم وثلاثهم صار نزلوا على بعض شوية ستوريات ويحتون على بعض بالبثوث المباشرة. بعدها ريدر فجر القنبلة ونزل الديستراك، طبعا ما شاف يروح يشوفه وشوف ردة فعلي اللي وضحت بيه شنو صار بهذا الديستراك اللي هو كان ما عتاب على ياسمين، وكشف بيه حقيقة انهم اثنيناتهم كانوا يحبون بعض وكو علاقة سابقة بيناتهم. وبنفس الوقت كشف بيه انه ياسو كان حبيبها وسام تكت بالسابق، هو كان الاكس مالتها. فروح شوف ردة الفعل مالتها على ما تفهمون تفسير الكليب وتعرفون شنو السبب اللي خلى ياسو انه هي تعصب وتطلع وترد على ريدر. بنزلت على سبب الانستغرام شو ستوريات بهذه الستوريات صارت تقول بيها انه هي حرة، فتقصد انه ماكو شيء يربطها ويا ريدر، فلهذا هي مو خاينة وتصور ويا سام تكت عادي. وصارت تقول انه وسام تكت هو احسن منك يا ريدر، تبنى هي لما طلعت من الفريق تقول انه ما صارت مشاكل مثل ما تصير حاليا، رغم انه صراحة لو كنا واقعيين هي لما طلعت من الفريق صارت دراما كبيرة. بنفس الوقت ياسو صارت بالستوريات تفضح بها ريدر وتقول انه انت ما سويت لي شيء، وابسط شيء سويت لي اللي هي الاغنية كنت ماخذ حقها فلوس. وصراحة كلام كلش قوي قالته بالستوريات اني راح ترجع الفريق فنبولا وانت شيء شوف الستوريات. لو كيف كان اخباركم اليوم؟ حبيت اوضح لكم بس كم شغله لانه الموضوع صراحه يعني اوكي. اول شيء انا حره اوكي. ثاني شيء بضمن فتره نزل فيديو على قناتك وحكينا انه نحن ما نصور مع بعض لانه في بيننا مشاكل، كل واحد له محتوى وكل انسان خلص من طريق. فصراحه ماني فاهمه معنى الخيانه اللي عم تحكوا عنها اي معنى، وانا ما في اي علاقه تربطني فيك يعني خلص، يعني كل واحد صار من طريق انا ما دخلني فيك، فشو مفهوم هذا الشيء اللي عم تحكوه؟ صراحه انا ماني فاهمه. شغله انه قاعد بتحكي على فريق فافنابولي، صراحه انا احسن منك. ليه؟ لانه انا لما طلعت ما عملوا هالدراما هاي وما صار هيك. فمع انه كان في بيننا مشاكل شخصيه وانا وقتها ما عرفت اتصرف بهالمواقف اللي صارت، من زمان كنت حابه اوضح هذا الشيء وما صح لي صراحه. وبعدين بعد ما خلصت هاي المشاكل اتفقنا على شيء ومشينا عليه. حتى الجماعة بعد ما انا طلعت وصلني امانة لعندهم ورجعوا لي اياها وبعتوا لي اياها. فما بعرف ليش انت قاعد يعني تلت بتعجم بهذا الموضوع، واصلا اتنين منعرف انه نحنا من زمان ما عم نصور مع بعض ومن زمان بينات مشاكل ومن زمان كل شغلة انه صرعتني انت وتسمعني عامل لك معروف وعامل اي معروف، وانت ابسط شي عامل لي اياه اخذ تعبك فيه اللي هو الاغنيه. فحاج نضحك على بعض كرمال الله يعني عن جد. يعني اذا بدنا نقعد نسمع بعض وما بعرف شو، المتابعين حتى بيعرفوا انا بعيد ميلادي وين كنت اوكي. فبالنسبه لي الموضوع انتهى وما عاد ينفتح ابدا، وعن جد بكفي دراما لانه صراحه وشغله كتير مهمه انه انت طلبت لي وقفت حدك. انت لما وقفت حدي كان عندي 3 مليون متابع، بس لما غيرك وقف حدي ما كان عندي شيء. طبعا بعدها ريدر طلع ورد عليها رد كلش ناري، فنزل على حسابه بالانستغرام شفت ستوريات بهذه الستوريات كان يتمشى بيها وشايل بايده كيس زباله، بعد يروح للزباله ويروح يذب الزباله وكان كاتب عليها رجعت لمكانها. وطبعا ما افتهم شنو يقصد ريدر، فوسام تكت باغنيه الشركه اللي هي كانت طبعا ما دس على ياسمين تكت. شوفوا هذه اللقطه. لا بعمره ما حتفيدك حضرني عيده، مسوي تنافس من يوم بدينا، والزباله اللي بكبها بتروح بتجيبها بتروح بتجيب. فانا يقصد ريدر يا حبايب انه ياسو ما عادها كرامه، فهي رجعت لوسام تكت اللي هو قال عليها زباله. طبعا في الاغلب حاليا هم حيرجعون لبعض، راح يصورون ليا بعض، ولكن هو فعليا سؤال يطرح نفسه هل هم حيرجعون للحب وشنو موقع بيسان تكت من الموضوع؟ طبعا هي حاليا انفصلت عن وسام تكت في الاغلب، واضافه انه وسام تكت حذف حتى هذا الفيديو اللي كان يجمعها وياه بالانستغرام اللي هو شوي قاعد يقلل الصور اللي تجمعها ويا بيسان بالانستغرام على مود يعلن انفصالهم. فما ادري صراحه من احباب الكومنتات تدوا حد يمنه ويا ريدر او ويا ياسو؟ وش رايكم بانفصال وسام تكت عن بيسان؟ وهل من ممكن انه فعليا ترجع ياسو الفريق فافنابولي مثل زمان؟ ننتقل حاليا لحسين الصباغ وفضيحته ليارا مار انه هي قاعده تكذب. فحسين الصباغ طلع ببث مباشر على حسابه بالانستغرام، وبهذا البث المباشر صار يقول انه يارا قاعده تكذب وانه ابوها مو ميت مثل ما هي قالت. بهذا البث المباشر راح احط لكم اللقطه شوفوها. انت ابوك متوفي؟ الله يرحمه.
فصار يقول عليها انه هي قاعدة تكذب، وكذبت السبب انه ابوها ما ادري شيء خصوصي بينها يعني، وانه ما قمر هي الوحيدة اللي ابوها متوفي الله يرحمه، وانه نورمال ما كذب بهذه اللقطة اللي قالها انه ابو قمر ميت هو الوحيد من بين الكل. طبعا يا رمار طلعت وردت عليه على سبب الانستغرام، فنزل شوية ستوريات على سبب الانستغرام. هذه الستوريات اللي جات كذبة بي يعني، بربكم ما فيكم تمرقوا يوم على خير، اليوم الدنيا عيد يعني، كل واحد يسكت ويقعد مع اهله وحبايبه وحاج كذب على كيفكم، العمش ما تمرقوا يوم بدون مشاكل اقسم بالله عالم مريضة. الستوري اللي بعد قالت ما كان بدي رد على حدا لاني ما انا قدران انزل ستوري، بس الموضوع استفزني كتير، الواحد بيكون تعبان ومريض وحالته زباله، فجاه بيطلعوا ناس المريضه بيحكوا عليه، خلص يعني حاج قرف لو سمحتوا. ولهنا تتهم حسين الصباغ انه هو كذب بث مواته وان ابوها فعليا ميت. وطبعا يارا يا حبايب قالت انه هي مريضه، فالله يشفيها يا رب بسرعة وقت. ننتقل حاليا للقمر مار وردها على المتابعين اللي اتهموها انه هي ما عندها كرامة بسبب انه نزلت هذا الستوري اللي كانت تطلب بيه من المتابعين انه يوصلون نورمار 900,000 متابع. فبالستوري مالتها صارت تقول انه انا احب الفريق والفريق يحبني، وبالنسبة لاشخاص تقول لي ما عندي كرامة ترى انتم ما عندكم كرامة، وشوية كلام شوفوا الستوري. حبايبي جماعة الكرامة وجماعة الركب والتلزق والله تفشلون، يعني انتم كرامتكم جاي تنسحل عندي بالخاص، فكافي كافي تمام؟ يحبوني وأحبهم. بالإضافة نزلت شوية ستوري الثانية نوعا ما كانت تبكي بيها بسبب حبها لمتابعيها وفانزاتها على الدعم الخرافي اللي قاعدين يقدموا له إياه، عليكم راح أعطيكم الستوريات تشوفوها. طبعا نسيت أقول لكم شيء، البارحة بالليل قبل لا أنام كنت أشوف تعليقاتكم على بوست معين، هذا أنا دائما أشوف تعليقاته، فانصدمت بكمية الحب وبكمية الجهد وبكمية الدعم جد قدموا إلي، يعني إيش أشوفهم أشوفكم يعني أشوف الفانزات ماتي ومتابعيني كلهم سهرانين على مود يطلعون ماتي الفيديو ترند ويتفقون ونسوي تعليقات ونسوي لايكات وهيجي، فحرفيا يعني كلش بتخليش قد فرحت بيكم افتخرت بيكم حرفيا انتو فخر، كلش أحبكم ما تخلوني قديتي، يعني صدمت من شفت كمية الحب والتعب الجاي تقدموه على مودي، فأني كلش أحبكم وإن شاء الله أكون عدتم بانكم وأقدم لكم شغلات حلوة تليق بيكم، وبس صح انام اسمعوا على خير احبكم كل شوايب. ننتقل حاليا نورمار والتقاء ويا يارا مار، صراحه مو هاي يارا وانما يارا عزيز. فنورمار نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات كان يلتقي بيها ويا يارا اللي هي يارا عزيز، ومن واضح انه راح يصورون مقاطع ويا بعض واشياء كلش خرافيه ناريه، ومن نفس الوقت صاروا يلعبون بالستوريات ونوعا ما ضحك ستوريات خرافيه شوفوها. جماعة هون يارا بدها تسألكم على شيء وأنا سألتني ودخل راسي بالخيط، اسأليهم بسرعة لما يخلص الدور. أوكي، في واحد أطرش وأعمى بأي لغة بيفكر؟ يعني أطرش وأعمى يعني ما بسمع ولا بشوف، فإيش ممكن هي لغة يحكي يعني؟ أوكي يفكر فيها. كلهم عم بيتخانقوا، سألت السؤال وكلهم عم بيتخانقوا. ما بحكي وما بسمعني ولا بشوف ما بسمع. بس ما يلا بقى نعس زي هو دلوقتي. حاليا في عنا تحدي، إذا يارا عرفت تشلف هيك وتوقف بتنقي واحد من ثلاثة يشرب هذا الليمون، كتير ليمون لدرجة كبيرة. يلا يارا بسلام، يارا بسلام، يلا اسلام دورك، يلا اسلام دورك، الله يلا عيسى بس ما تبص ليش النظرة دي؟ طب ليش عم شو يشرب؟ تعال مصورك. يلا يا معلم اهو خلاص عدينا منها، تفضل مخ. ايوه والله شرب هالقد اقسم. مش قادر يحكي. شو احساسك؟ يا بسم الله اشرب اشرب بسرعه اشرب يلا. ما فكرت يلا اشرب نشوف. يلا اشرب 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 كتير اشرب. لكن عم يرجم والله نفوخ وفرق. ايش وضعك؟ يا اخي اخر جوله يلا باي خلاص حاجة. وبس والله حبايبنا وصلت مقطع للتصوير ردت فعلي بالوصف، الكل يروح يشوفها، ووصل القناه 200,000 مشترك وبس شانكم فيزي مقاطع من القصص. مع السلامه.